بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 12 يوليو 2021، هو تمام 50 سنه على صلاه اول قداس في كنيستنا المحبوبه، كنيسه القديسين ماري مرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء. اول قداس كان 12 يوليو 1971. انتهز هذه المناسبه الجميله والروحيه لاهنئ أباء الكنيسة المحبوبين وشمامستها وخدامها وخادمتها وشعبها المحبوب، وهنئكم باليوبيل الذهبي للكنيسة، وأنتم دايما أكثر نموا وأكثر برا وأكثر قداسة في رحلة حياتكم للملكوت وإلى منتهى الأعوام يا كنيسة القديسين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد الآب والابن والروح القدس الآن كلنا ضربوا لها أمين. أحب هني كل أباء الكنيسة وكل خدام وخدمات الكنيسة وكل شعب الكنيسة مناسبة عيد الرسل ومناسبة اليوبيل الذهبي، مرور 50 سنة على إقامة أول قداس في الكنيسة. وأحب هنيكم بالتدشين اللي كان بإيد قداسة البابا تودرس. كل سنة وحضراتكم طيبين، إن شاء الله يا رب كده تحتفلوا بالعيد الماسي والعيد المئوي وإنتم في كامل الصحة وكامل البركة. ربنا يفرحكم على طول. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن كله وانت هلطوك لآن. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودهر الدور كله أمين. كل سنة حضراتكم طيبين. احنا بنهني الكنيسة كلها ونهني شعب الكنيسة بالعيد 50 بمناسبة صلاة أول قداس في كنيسة القديسين، وأيضا بمناسبة تدشين الكنيسة. في المناسبة الخطيرة دي احنا بنصلي ان ربنا يدينا ان احنا نسلك كما يحق للدعوة التي دعينا إليها. احنا نسلك سلوك روحي ان احنا نفرح بالكنيسة ونيجي الكنيسة هنا وكلنا خشوع وقلبنا مشتاق ان احنا نتقابل مع صاحب المكان، مع ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح اللي أعطانا كل العطايا السماوية. نتمنى كده إن ربنا يعطينا في 50 سنة اللي جاية إن إحنا لما نيجي الكنيسة يبقى الأمر ده واضح جداً قدامنا، داخلين من أجل إن إحنا نتقابل معايا نفرح بيه، من أجل إن يكون لينا يعني اقتراب إليه نطلع السماء، لأن الكنيسة هي في الحقيقة سلم السماء. بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. أحبائنا أباء الكنيسة، شمامسة الكنيسة، خدام وخدمات الكنيسة، جميع شعب الكنيسة، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وفرحانين دايما في المناسبة الجميلة اللي احنا بنعيد بيها الأيام دي. كنا عيدنا بعيد تدشين الكنيسة على يد قداسة البابا، والنهاردة بنعيد بعيد اليوبيل الذهبي لصلاة أول قداس في هذه الكنيسة المباركة المجيدة. حقيقة في التهنئة دي أحب أن أنا أوجه كلامي للأربع فئات اللي أنا قلت عليهم دول. أباء الكهنة أحب أوجه لهم كل الشكر وكل التقدير، وكلمة شكر أو كلمة امتنان عمرها ما هتوفيهم حقهم، لأن هم ربونا وعلمونا وزرعونا في الكنيسة دي وطلعونا على محبة المسيح ومحبتها قد إيه شخصياتنا اتشكلت وإحنا موجودين في الكنيسة هنا وبنترعرع وبنكبر فيها. أحب أقول لإخواتي الشمامسة متعونا أكتر وأكتر بألحان الكنيسة العميقة، حسسونا دايما بروحانية الصلاة، نحس فعلا أن احنا دايما في الصلاة بتاعتنا وفي قداسنا نبقى واقفين في السماء. أحبائنا الخدام والخادمات دول بقى مش شكر، دي مسؤولية بحملها لكم وبتحملها ويتحملها كل الأباء معانا. احنا وانتوا علينا مسؤولية كبيرة جدا جدا أن احنا ولادنا اللي موجودين خاصة في هذا الزمن الصعب بيتعرضوا لمحاربات وعدو الخير بيحاول يبعدهم عن الكنيسة بأي وسيلة وأي طريقة علشان يقدر يوقعهم بره في الخطية زي ما هو عايز. دورنا ومسؤوليتنا ان احنا نحوط عليهم وان احنا نبذل أقصى اكتر من كده، وان احنا نكون امنا في الوزن اللي ربنا ادهالنا وفي خدمتنا، ونزرع ولادنا زي ما احنا اتزرعنا ونكبرهم في الكنيسة ونديهم اساسيات العقيدة بتاعتنا الارثوذكسية العميقة، ونديهم السلوك اللي ربنا يحب ان احنا نسلكه في وسط العالم، ونكون فعلا صورة حية للمسيح وسط الناس يشوفونا ويفرحوا بإلهنا الساكن في داخلنا. اما بالنسبة لأحبائنا شعب الكنيسة فأقول لهم كل سنة وانتم طيبين، يا رب دايما محميين بقوة إلهنا، ويا رب دايما متمتعين بكل ما تقدمه الكنيسة لنا من حب. اذا كنا بنقول لكم في مناسبة الكنيسة دي قد ايه انتم يعني عزاز علينا وازاي احنا دايما فاكرينكم في صلواتنا،
بس زي ما احنا فاكرينكم في صلواتنا على المسبح بنطلب منكم ان انتوا كمان تكونوا دايما فاكريننا في صلواتكم عشان ربنا يسندنا ويكمل ايام غربتنا. وسامحونا لو كان في مننا اي تقصير او اي موقف يعني ضايق حد، اكيد هو مش عن عمد، احنا دايما بنعتذر لكم ونقول لكم سامحونا واذكرونا في صلواتكم دايما. في النهاية كنيسة القديسين دي كنيسة جميلة جدا، كنيسة ام فعلا لينا كلنا، بنشكر ربنا كل يوم ان احنا او ان كل واحد مننا عضو من اعضائها. كنيسة لها تاريخ وليها روح واحد وليها هدف واحد، وهو خلاص كل نفس، كل واحد مننا مطلوب منه انه يكون هدفه الاساسي وهو جاي الكنيسة هو خلاص نفسه، هدفه الأساسي أنه يتمتع بكل لحظة هو بيقضيها في هذه الكنيسة، لأنه فعلا بيبقى موجود في السماء وتكون فعلا كنيستنا سلم للسماء. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شعب كنيستنا الحبيب، كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة اليوبيل الذهبي للكنيسة، الحقيقة أحبائي الجميل أن عيد الكنيسة كنيسة القديسين مريمون أصبوب بطرس، أن العيد اللي هو صلاة أول قداس مع عيد الآباء الرسل، كأن كده رسالة جميلة جدا من السماء تقول إن زي ما الروح القدس كان شغال مع الكنيسة الأولى هو شغال برضو مع كنيستنا، بيعمل ويثمر. وزي ما احنا شفنا إن الكنيسة النبتة الصغيرة دي كبرت وبقت شجرة كبيرة جدا جدا، بيستظل من الظل بتاعها الألوف والألوف. حقيقة أحبائي كنيستنا عمل الله فيها واضح جدا جدا، واضح في آبائنا اللي اتعلمنا عند ايديهم وتحت رجليهم وتعلمنا منهم الفضائل الكتير. الحقيقة احبائي الواحد يعني تعلم كتير جدا جدا في كنيستنا، ومبسوط جدا جدا انه يحتفل ويعيش هذه الايام المباركة الجميلة. الرب يبارك في عمل الكنيسة، ونتمنى للكنيسة انها تكون من مجد المجد وتعطي ثمار اكثر واكثر في الايام وفي السنين اللي جاية. والشعب كمان من ناحيته لازم يكون مدرك كويس قوي، ولازم يبقى حاطط في ذهنه وما ننساش ابدا ان ما ارهب هذا المكان ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء. الكنيسه احبائي طول الوقت هي مناره، هي الضوء اللي بيورينا الطريق ازاي نوصل للسماء. فعايزين نحط في ذهننا تملي ان هذا المكان هو بيت الله، ده المكان اللي احنا هنوصل فيه وهيوصلنا من الارض للسماء من خلال الاسرار ومن خلال تعاليم الكنيسة ومن خلال الخدمة اللي بتقدمها الكنيسة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل الشعب وكل أبائنا الكهنة وكل القدام والشمامسة طيبين وخير. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. كل سنة وانت طيبة يا كنيستي كنيسة القديسين، كل سنة وكل أباء الكنيسة طيبين وبخير وبسلام، كل أبونا باسمه عشان ما ننساش حد، كل سنة وكل شعب الكنيسة طيبين وبخير، وكل الخدام والشمامسة ولجنة الكنيسة وقطاعات الخدمة الكتير اللي ربنا يبارك فيها، كل سنة وانتم طيبين. بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. أجمل التهاني والفرحة بعيد الكنيسة 50، 50 سنة مؤازرة إيد ربنا القوية علينا، وأعطانا ربنا كتير جدا جدا في 50 سنة دي حسب يد إلهنا الصالح علينا. فعشان كده فرحتنا الكنيسة، إحنا فرحين بالكنيسة مش مباني يا جماعة، إحنا فرحين بالكنيسة، الكنيسة الحية، كنيسة القداس، كنيسة الشعب اللي بيصلي، كنيسة للناس اللي بتعيش بتقوى. الكنيسة هي السماء زي ما احنا خدنا الشعار بتاعنا 50 سنة الكنيسة سلم للسماء. فعلا مش احنا عارفين ان القديسين قالوا كده، قالك انا في القداس مش عارف هل الكنيسة طلعت في السماء ولا السماء نزلت لنا. فيبقى في القداس الكنيسة والسماء حاجة واحدة. فكون ان انتوا حطيتوا الشعار كنيسة للسماء ده شعار جميل ومهم.
فإحنا بنفرح أو بنهني شعب الكنيسة كله وبنهني كنيستنا الحلوة الجميلة دي بمرور 50 سنة. وخلي بالكم زي ما قلت قبل كده أن اليوبيل أمر موجود في الكتاب المقدس في سفر التثنية أصحاح 25، ده كان أمر من الله أن هم يحتفلوا باليوم بالسنة 50، والسنة 50 دي كانت سنة كلها فرح من أولها لأخيرة. ليه؟ لأن قال لك اللي عليه دين تسيب الدين اللي عليه، واللي عليه حكم تعفى عنه، والعبد تطلقه. فكانت سنة فرح، وكان ربنا مديهم بركة 3 سنين محاصيل لبركة تكفيهم 3 سنين، فكان عيد يعني. فعشان كده احنا اشكر الله ان الاباء وبالذات طبعا الاذاعه بشكرهم جدا 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 لانهم حيوا العيد ده تحيه رائعه جدا. فيكون ان احنا عملنا المجموعه ديت بتاعه الاحتفال او الطريقة اللي احنا مشينا بيها بالاحتفال 50 فعلا بتعبر عن الفرحة اللي بتاعت اليوبيل اللي هو العيد 50 اللي بيبقى فيه فرح للكنيسة. كل سنة وانت طيبة يا كنيستنا، 50 سنة سلم للسماء لإلهنا المجد الدائم للأبد آمين. ومن الحاجات المشهورة في كنيستنا القبطية اني اقابلك واسألك انت من كنيسة ايه؟ كأني كده بسألك انت من عيلة مين؟ تقول لي أنا من كنيسة القديسين في اسكندرية، وتقولها بفخر وانت فرحان بيها. نحن اليوم في سعادة وفي فرح، جميعنا كل الأباء وكل الحضور نفرح بهذه الكنيسة وبعيد ميلادها 50 وإلى منتهى الأعوام، والله يعطي العمر والصحة المباركة لكل الأباء الأحباء الذين يخدمون فيها، خدامها وخادمتها وكل شعبها وكل أراخنتها. نفرح دائما ليعطينا المسيح أن نمجده في كل حين. كنيسة القديسين 50 سنة سلم السماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة ويا رب 500 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 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 سنة سلم للسماء.